وصلنا رفانيمي. هذا الفلوق بيكون شيء غير، بيكون شيء مختلف. تابعوني في الفلوق القادم. الساعة 3:30 الفجر. شكرا لك حبيبي. الحمد لله رب العالمين، وصلنا مطار هلسنكي، نخلص إجراءات الجوازات وننتقل إلى مطار آخر. أنا حاليا في مطار هلسنكي، بعد شوي عندي رحلة إلى إقليم لابلان، بالتحديد منطقة رفانيمي. من هناك تبدأ الرحلة والأكشن، خليكم معي. ناخذ لنا وجبة خفيفة لين موعد الطيارة، فكرة عن الأسعار، حبة كرواسون مع سموثي مانجو وأورنج 10 يورو. طبعا هذا في مطار هلسنكي. الحمد لله رب العالمين، وصلت الى رفانيمي الحين. هذا المطار مطار صغير، في سيرين هذا السير وسير ثاني. ناخذ القنطة ان شاء الله، بستلم السيارة، متوكلين على السكن بإذن الله. طلعنا من المطار والجو ما يمزح، أروح هذيك الجهة أستلم السيارة. هذا هني باركن الرنتل كارز. أنا أطلع بس، أفتح السيارة، حاطي لي رقم السيارة هني، لازم أشوفها في هذه الجهة. هذه هي السيارة، مع أن الوقت مظلم، بس أول شيء تسويه لازم تشيك على السيارة من جميع الجهات قبل ما تستلمها، إذا في شيء تقدر ترجع لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. تقريبا الحين الساعة، أشوف الساعة قريب الساعة 9، متجهين إلى السكن بإذن الله. قربنا من السكن إن شاء الله، دقيقتين إن شاء الله نوصل السكن. شوف الأجواء كيف. الحمد لله وصلنا شقتنا. هذه هي الشقة، هذه غرفة النوم الأولى، هذا ممر دورات المياه ومسبح، مطبخ متكامل وجلسة، وهذه غرفة النوم الثانية، حلوة وخفيفة. طبعا بعد هذا التعب بريح شوي وبصلي، بكل حاجة خفيفة، وبطلع لأرصد الشفق القطبي، لأن اليوم نسبة رؤية الشفق جدا ممتازة. الأيام اللي بعدها راح تكون شوية الفرصة ضئيلة، فما في وقت للراحة. اليوم نسبة رؤية الشفق جدا عالية، بس لأن في غيوم ما نقدر نشوفها، فلازم نطلع إلى منطقة هي تكون في محيط دائرة الشفق اليوم، وبنفس الوقت يكون الجو صح ومكان مظلم. نسبة رؤية الشفق القطبي اليوم جدا عالية، ولكن بسبب الغيوم ما تقدر تشوفه. يعني في لازم عدة معايير. أول شيء لازم يكون البيكي، راح أحط لكم صورة من البرنامج اللي أستخدمه، هو معيار لنسبة ظهور الشفق القطبي، الكل يستخدمه تقريبا. إذا كان من 3 وفوق تكون نسبة رؤية الشفق جدا عالية، بس لازم يكون واضح النجوم
ويكون الجو صافي وبدون غيوم. انا الحين في قريه سانتا كروز، انا مفترض اني انا ازورها يوم ثاني، لكن قلت ادور مكان ما في غيوم، كل مره انتقل الى مكان ولكن للاسف اغلب الاماكن فيها غيوم، مع ان انا في دائره شبق الحين وواضح بشكل جدا كبير، ولكن ما الي حظ. وبعدنا مستمرين في البحث. هذه قريه سانتا كروز بالليل، ان شاء الله ازورها وقت ثاني، بالنهار بنزورها وبالليل. قبل ما اتحرك الى مكان ثاني اضبط لي كذا شيء خفيف عشان الدفة. طبعا هذه المطارة كم درجة الحرارة حاليا فيها؟ حاطينها 90. سخنت فيها ماي من الشقة، هذا الاكياس الجاهزة تسوي لك شغلانة سهلة. الحين ضبطنا الشاهي، نشرب شوي ونبدأ نتحرك من قرية سانتا كلوز. احنا قرية سانتا كلوز، ابدأ امشي بشكل عشوائي، كل مرة بشوف لي مكان، أهم شيء أحصل مكان صح. طبعا أنا طلعت من المدينة بمسافة بعيدة، شوف الحين نمشي وسط الغابات ما في لا إنارة ولا شيء، لعل وعسى نطلع من المنطقة اللي فيها غيوم، المكان موحش وشتاء. الله يعين، بس الله يستر يحفظنا وإياكم جميعا. شوف الشفق، شوف الشفق، بسم الله تبارك الله، شوف الشفق كيف واضح، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله 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 كيف يتراقص. وتلاحظوا ان الشفق واضح قدامي بشكل خفيف، مع انه يقول لك صعب جدا انك تصوره بكاميرا الجوال، بس واضح بالايفون بشكل جدا غريب. ان شاء الله اشوفه بشكل اكبر بعد ان شاء الله. واخيرا الحلم اصبح حقيقة، كنت دائما أشوف الشفق بالبرامج الوثائقية والصور فقط، واليوم استمتع فيه قدام عيني، شعور رائع جدا يخليك محتار في استغلال الوقت، توثيق اللحظة أكثر أو الاستمتاع فيه. خلاص يكفي اليوم رحلة رصد الشفق القطبي. رجعت إلى رفانيمي قبل ما أروح السكن، قلت أمر ماكدونالدز أخذ لي عشاء تكوي واروح، لاني صراحه ما ماكل شيء جوعان، والبرد طبيعتي يوع بعد. على فكره اسعار وجبات ماكدونالدز تعتبر حلوه، يعني وجبه ماكدونالدز كامله متكامله، البرجر والشيبس والبارد تقريبا 9 يورو، واشوفها سعر حلو في اوروبا، خصوصا فنلندا من دول الاسكندنافيه اللي دائما اسعارها غاليه. وهذه وجبتنا وخذناها، الحين نركب سيارتنا ورايحين السكن، تعشى هناك أحسن. الحين الساعة 2:30 بالليل. كلت نص الشبس بالسيارة من اليوع والله. بسم الله. هذا هو شكل رفانيمي في الصباح، ثلوج بكل مكان، وفنلندا 75% منها تغطيها الغابات. طبعا في الصيف لون الطبيعة مختلف تماما عن اللون اللي تشوفوه قدامكم الآن. أحس أن الثلج يعطي جمال للبيوت لما يغطيها كامل بالثلج، تحس تناغم بين الثلج والبيوت الخشبية والأشجار. تخيل أنك ساكن بهذا المكان، وش هو شعورك؟ وتعتقد أنك راح تتكيف مع هذه البيئة لفترة طويلة من الزمن؟ صباح الخير. ما شاء الله، بسم الله، ما نعرف شو نقول، صباح الخير مساء الخير، بس الأجواء استثنائية. شوف الأجواء. طبعا قبل ما أطلع سخنت معي، قلت أسوي لي شوربة. أنا أشوف وجبة السوب أو الشوربة في الدول الباردة أهم من الريوق بالنفس صراحة، أهم شيء تطلع متدفي وبعدين تأخذ لك أي حاجة خضراء. الشوربة جهزت والحمد لله نشرب. شوف الأجواء ما شاء الله، رايح لسيارتي، هاي الصغيرونة حاطنها اخر شيء،
شوفوا الثلج كيف متجمد. طبعا في معلومة بقولكم إياها، بس خلي هذه السيارة تمر. هني في فنلندا والمناطق اللي فيها ثلج كثير راح تلاقوا عمود كهرباء أو محطة طاقة جنب كل سيارة. طيب، وفي السيارات عندهم تجي من المصنع في كذا مثل فتحة، تركب الكيبل هذا في السيارة علشان يحافظ لك على درجة حرارة السيارة، لما تيجي تشغلها الصبح ما تعشق عندك وتجلس ما تشتغل ساعة كاملة علشان ما تتجمد، تكون أموركم فوق التمام. شوف الحمد لله اشتغلت على طول. ليش؟ لأن ركبها في الكهرباء وعلى طول الوقت السيارة دافية، فأمورها تمام على طول تقدر تشغلها وتتحرك. أنا حاليا في وسط سنتر رفانيمي في مقاطعة لابلاند أو أقليم لابلاند، عاصمة هذا المقاطعة اللي هي رفانيمي، وسط السنتر أنا في التحديد. الحين الساعة 3:30، الشمس غايبة، النهار عندهم قصير، يبدأ النهار عندهم من الساعة 11 الصبح الساعة 2 الظهر، خلاص تغيب الشمس، واغلب الوقت يكون ليل ودرجات البرودة جدا شديدة توصل 10-20-15 على حسب. وعندنا وايد فرص وتجارب وايد حلوة لرصد الشمس في القطب، ولكن ان شاء الله بكرة اغطيها لكم في وجه النهار او في ضوء النهار بشكل افضل، لكن الحين ناخذ فيها جولة ليلية سريعة. كل شيء لازم اغطي راسي، حتى لو يكون شكلك غلط ما مهم، المهم تغطي راسك واذنك، لان بعد دقيقة تماما دقيقة ما راح تحس بشيء ابدا. الحين ناخذ الجولة. هذا جلد حيوان الرنة. How much this one? 220. 220 يورو. Yes. This one? أنا هذي الذي. Mrs. هذا الجلد طبيعي ترى. Notice Mrs. هذي very nice white. يقول عنده أنواع ثانية. سعرهم 130 يورو. أتوقع بعض الدول ممنوع حتى استيرادها ممنوع. هذا بداية سنتر المدينة، هني عندكم ماكدونالدز مفتوح 24 ساعة، هذا مول صغير هني في أغلب الخدمات، أيضا فيها كذا مول صغار بس فيهم أغلب الخدمات، وهذا بداية سنتر المدينة. الشيء اللي حلو لاحظته في هذه المدينة الصغيرة إن في عدة مطاعم متنوعة، يعني في مطاعم تشاينيز، في مطاعم أتراك، في مطاعم الفاست فود، الكوفيهات منتشرة بكثرة، فأغلب الخدمات لدغوها موجودة هني. يعني شوفوا هذا مطعم صيني تشاينيز ريستورانت، وفي عندكم ايضا مطعم تركي، في بيتزا، في كباب، فالمطاعم متنوعه، شيء حلو. والفنادق المميزه موجوده في سنتر المدينه. هذا في هني كوفي شوب، في اثنين بس، هذا كوفي هاوس، شفت في زحمه قلت يا رب طاحت عيني على هذه، ضروري يا رب. هذا الكوفي والكيكه الفطيره الحين على هذا المنظر، اللي برع بردانين ولا داخل مدفين. نروح السوبر ماركت، وصلت السوبر ماركت، جولة سريعة، أخذ لي أيوة لبنة فلاديبيا، هذا رف البيض تقريبا 10 بيضات بحدود 2 يورو، طماطم، خبز، برتقال فريش حدود 4 يورو. اليوم عندنا موعد لرصد الشفق القطبي بإذن الله الواحد الأحد، نشوف اليوم بحل أفضل من أمس اللي هي أول يوم. الحمد لله أمس صادفته وصورت صور حلوة، قدر الله ما شاء فعل، عد هذا الإشارة صدمني واحد، هذا الحادث الحمد لله أهم شيء أنا بخير، كنت طالع من المدينة أو من سنتر المدينة، ولعت الإشارة كانت خضراء ولعت برتقالي، خلاص أنا وقفت، جاء هو صدمني قال لي بنتظر الشرطة، أنت غلطان، انتظرت الشرطة، كلمت الشرطة، قلت لهم
أنا ما حبيت أعدي الشارع هذا لأنه شارع خطير والإشارة حمراء وما في مسافة أمان بينه وبينه، فحطوا الغلط عليه. الحين الحادث هذا بسيط والحمد لله، أهم شيء أني أنا بخير. اللي بسويه إني بروح شركة التأجير وبكلمهم هل بتبدلون السيارة، هل أخليها إلى بعد فترة التأجير، والأمور طيبة والحمد لله رب العالمين. مثل ما بلغتكم يا أخوان، جيت شركة التأجير اللي هي فرع المطار، بلغتهم عن الحادث، قلت لهم الشرطة جات وأخذت التقرير وأقرت الشرطة إن المخطئ هو السائق الثاني. قالت لي إن القانون في فنلندا 99.9% اللي يضرب من وراء هو الغلطان لأنه ما خلى مسافة تأجير. اللي سووه لي إنهم بدلوا لي السيارة بسيارة نفسها أو أفضل منها، وكل التكاليف يتحملها السائق الثاني. عموما الحمد لله رب العالمين، الأمور صارت كلها سهلة، بدلوا لنا السيارة بكل سهولة لأن كان المخطئ اللي هو السائق الثاني، والسيارة أساساً أنا ماخذناها فول إنشورنس. والحين نكمل رحلتنا والحياة حلوة. الحين راجع سنتر المدينة مرة ثانية أخذ لي عشاء. والله الواحد لما يسوي حادث يضايق ما يبي يأكل، أنا العكس لازم أكل عشان أفرغ طاقتي السلبية، لكن الحمد لله على كل حال. هذا هو سنتر المدينة، هذا هو المطعم التركي اللي قلت لكم عنه قبل شوي، والحين باخذ عشاء منه. والله خاطرك بيتزا، اخذها تيكاوي واكلها بالسكن ان شاء الله. هذا هو المطعم بالداخل، سألته قال لي هذا مطعم كردي مش تركي، هذا الوجبات اللي عندهم، والوجبات اللي عندهم حلال. قال لي عندي البيتزا حلال والدجاج، سعر البيتزا 10 يورو. قلت اصور لكم البيتزا في المطعم علشان الاضاءة ما شاء الله. الحين هذا كل دبة سيارة راح تلاقي تنظف فيه الثلج علشان ما يعيق لك الرؤية، من الزجاج على طول اشتغلت السيارة، ما تحتاج تسخين ولا اي شيء، امورها طيبة. احنا الحين في مدينة روفينيمي شمال فنلندا، الساعة 1 الظهر، درجة الحرارة سالب 12. روفينيمي عاصمة اقليم او مقاطعة لابلان، هذه المنطقة تقع في شمال فنلندا، عاصمتها لابلان. لابلان تعداد سكانها حوالي 63 ألف نسمة. طبعا هذه المدينة مشهورة برؤية الشفق القطبي والأنشطة الشتوية. الحين أنا قاعد أتعرض لموجة برد وثلوج جدا شديدة. يلا يلا قادر أصور، وشوية الصوت صعب، اعذروني إذا الصوت ما واضح. إن شاء الله في عندنا أنشطة وايد حلوة خلال الأيام القادمة. بوضح معلومة إن النهار في روفينيمي أو في شمال فنلندا جدا قصير، يعني الشمس تطلع حدود الساعة 11 الصباح وتختفي تماما الساعة 2 الظهر، يعني النهار جدا قصير ويكون النهار بهذا الشكل فقط، ما تطلع الشمس بشكل كلي. علشان كذا هذه المنطقة شديدة البرودة في فترة الشتاء. ناخذ جولة في سنتر روفينيمي. هذا هو سنتر المدينة الرئيسي. هذا البرج راح تلاقي فيه درجة الحرارة والساعة، الحين الساعة 1:05 أو 6 دقائق تقريبا، أقل من ساعة وتغيب الشمس ويصير هذا المكان مظلم، فقط النهار قصير. فيه هني مول في جميع الخدمات، أيضا في كذا مول. المدينة صحيح أنها صغيرة ولكن مزدحمة، مليئة بالسواح،
مو بالضرورة يكونوا ناس من خارج فنلندا، حتى الفنلنديين يجوا هذه المنطقة كسياح، مثلا اللي في العاصمة يجوا هني المناطق الدول أو الدول الأوروبية، أيضا يجوا للسياحة الشتوية في منطقة أو مقاطعة لابلاند تحديدا في روفينيمي. هذا لا أتوقع يتجهزوا لنشاط للسنوموبيل، إن شاء الله راح نطلع هذا النشاط بس نضبط أمورنا اليوم. شوفوا أطلالة على نهر فنيمي متجمد تماما، بس المنظر صراحة جدا جميل. نصيحة اللي بقولكم إياها، لما تي مناطق قطبية لا تفكر بالكشخة أنك تكشخ ملابس تبدل وايد ملابس كثر ما تفكر أنك تتدفي. أهم شيء فكر كيف تغطي نفسك، يعني قفازات الواتر بروف ويكون فيها ثيرمال، هاي يكون قفازات واتر بروف ويكون فيها ثيرمال، بالإضافة إلى أن البنطلون لازم يكون فيه ثيرمال، يعني يكون عندك كذا طبقة تلبس. إحنا عندي أنا لابس 3/4 فوانيل ثيرمال، وبعدين فانيلة كبيرة، وبعدين جاكيت في ثيرمال، هذا النوع من كولومبيا، في تقنية لحية يسموها كومبي هيت، وسكاف اذنك ايدك، اهم شيء انتبهوا يا جماعة الخير على ايدكم، فحاول قد ما تقدر انك تدفى بشكل مناسب. ترى يعني مجرد ما تطلع ايدك، اقسم بالله تطلع ايدك كذا مثلا 60 ثانية ترجعها في القفاز، تحتاج تقريبا 5 إلى 6 دقائق علشان تحس بيدك. الوضع صعب، لكن احيانا تحس كذا في شيء حلو. حاول انزل على هذا الدرج اصور النهر من قريب. الحين نتجه إلى المطار بشكل سريع لاستقبال رفيق الرحلة خلال الأيام القادمة بإذن الله. شوفوا الأجواء، خلاص الحين وقت مغرب، وهذا وصل أخيرا. هلا هلا هلا، ما نشوف بعض في الخليج، نشوف بعض قطب الشمال. ما شك فيك انك فنلندي؟ شك وشك، وبعدين قالوا لي والله انك تاخذ الجنسية، قلت لا والله ما اخذ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويسلم عمرك يا حبيبي، طمني والله. برد هذا، انا جاي من لندن الحرارة 7 يا حليلة، 7 واحد يلبس تمشي بنص كم حبيبي، 14 هني سالب 14، والله العظيم برد يا لطيف. عشان خفيف سوينا بيض وشوربة عدس وعسل برتقال، وفي اجبان وامورنا مضبطينها. بنتعشى، طبخنا عشانا في الشقة، وبكرة إن شاء الله عندنا رحلة جدا مهمة.